بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. إن موضوع التكذيب بالوحي الحقيقة أنه موضوع قديم حديث، بياخد أشكال وصور كتيرة جدا ومتنوعة ولها قوالب عديدة بتقدم من خلالها. وحينما يذكر القرآن الكريم لنا شيئا، إنما يذكره لمرام كثيرة، من بينها أن هذا المذكور الذي يذكره القرآن ويهتم به القرآن الكريم في موضوعاته بيدي إشارة إنه سيتكرر أمام المسلمين، زي قضية إنكار الوحي المذكورة في سورة الحج. فإذا ما نبه القرآن الكريم إلى قضية إنكار الأمم السابقة للوحي وتكذيبهم لأنبيائهم، صحيح إن هذا الذكر والتذكير بهذا الموضوع تسلية لفؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن القرآن الكريم يقص علينا قضية التوحيد، وفي ذات الوقت ينبه إلى ما يعرض إليه من مواضيع مهمة وجب على المسلمين، كقضية إنكار الأمم السابقة للوحي. وجب على المسلمين أن يعدوا عدتهم المناسبة لكل ميدان سيهاجم فيه الوحي الشريف ويكذب. فإن الله تعالى لما صلى الله عليه وسلم: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. كما خاطب الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد خاطب الأمة الإسلامية وأنذر بكلامه العالمين، لأنه كما وقفت أو وقف مشركو قريش موقفهم ذلك من القرآن إنكار وتكذيب، واعتبروا شعر أو سحر أو كهانة أو أضغاث أحلام أو إنه من أساطير الأولين،
وزي ما قريش رموا صاحب الرسالة بالافتراء عليه وبالكذب مرة واتهموه بالجنون تارة أخرى، ويدوروا كده معلوماته دي ولا القرآن ده هو جايبه مني، يدوروا عن معلوماته من أي مصدر في الأرض أتى بها إنكارا وتعمدا في إنكار الوحي، زي ما قريش ما صنعت ذلك مع رسول عيسى والسلام والرسالة، كانت جهود الاستشراق لا تخرج عن هذه التوجهات والمطامع العديدة. الاستشراق مدرسة فكرية من أجانب علماء وباحثين درسوا المعارف والعلوم الخاصة بالشرق، درسوا لغات الشرق وأداب الشرق وفنون الشرق وأديان الشرق، عكفوا على الأماكن اللي عايزين يستعمروها ويسيطروا عليها ويبقى لهم يد من خلال ثقافة الشعوب. فكانت مراكز ومدارس كبرى في الاستشراق مجموعة من الرجال العلماء والباحثين يبحثون في علوم الشرق بمختلفها وبالذات الدين الإسلامي. كانت لهذه المدارس العلمية أغراض كثيرة، وكتب عنها كثير من أهل العلم والتحقيق، ما لهمش غرض واحد من وراه، مش الغرض أنهم يوصلوا للحق. قلة جدا من أهل الاستشراق وهم العلماء الأجانب اللي خاضوا يتعلموا أو سعوا ليتعلموا الدراسات الشرقية، لغتها وأدبها وفنونها وأديانها، عشان يوصلوا في النهاية إلى أنهم إلى الحق الذي يبحثون عنه أو لغرض الدراسة والفهم، قلة جدا. لكن أغلب مدارس الاستشراق أنها كانت لها أغراض. الشيء اللي أنا عايزة أو أود أن أنبه إليه هو أنه كما ظلت قريش تنكر الوحي وتكذب بالقرآن، كذلك سعى المستشرقون الذين كانوا يعتبرون القرآن الكريم من تأليف نبي الإسلام، هكذا كانوا يرددون وما زالوا يرددون، وساعد جهود الاستشراق في إثبات ذلك بكل ما أوتيت من قوة، محاولة منهم لطمس أنوار الوحي عن طريق إن هم سعوا إن هم عن طريق إثبات بشرية القرآن. يعني إيه؟ يعني عايزين يقولوا إن القرآن من تأليف نبي الإسلام وليس وحي من السماء، فعمالين يسعوا إلى ده بكل وسيلة ليتسنى لهؤلاء أن أو اعتقدوا أنهم يقدروا يطفئوا نور الله، وقد قال الله سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لذلك فإن السعي لإيهام الناس بأن السنة لم توثق توثيق القرآن الكريم أو إنها ليست المصدر الثاني في التشريع هو نفس كلام كثير من المستشرقين، وهو محاولة جديدة للطعن في القرآن الكريم، لكن داخلين للطعن من خلال الطعن في السنة النبوية المطهرة. فلينتبه إلى ذلك أهل البحث والعلم الشرفاء، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. مداخل كثيرة وجديدة ومتنوعة بيدخلوا من خلالها، بيستغلوا في ذلك ما قيل قديما وما يقال حديثا للانقضاض وللطعن في القرآن الكريم. لأن هأكد الذي حمل إلينا السنة النبوية المطهرة ووضع هذه المناهج العلمية الدقيقة في نقل السنة إلينا، الرجال الذين قاموا بذلك، اختبار هذه الأحاديث من جهة السند ومن جهة الدراية، هم نفسهم أو هم أنفسهم الذين قاموا بنقل القرآن الكريم إلينا. فإذا طعنا في السنة فقد طعنا في القرآن الكريم، وهذا ما يصنعه المستشرقون ومن وراء هؤلاء المستشرقين. إن المستشرقين في دراستهم للإسلام والقرآن الكريم بمختلف مشاربهم ومدارسهم وانتماءاتهم والأماكن الجغرافية العديدة اللي بينتموا إليها، وكانت أغلبها دايرة ما بين ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا، ما من أوروبا وغيرها كذلك، الحقيقة هم بينقسموا إلى عدة طوائف وأصناف كثيرة. من الأشكال دي منهم الأكاديمي اللي درس الاستشراق دراسة منهجية في الجامعات والمراكز العلمية، وغالبا ما تكون أهداف هؤلاء محددة من قبل حكومات
لغايات سياسية، غايات جاسوسية، غايات استعمارية، لأنه النهاردة حروب الشعوب مش بس في ميادين القتال، الجيل الرابع وحروب الجيل الرابع، وإن احنا نبتدي ندخل لثقافات الناس ونعمل بلبلة في المجتمع ونهز المجتمع. فارق كبير بين أن يقوم أهل العلم بمناقشة علنية، أهل علم واختصاص مش ناس متطوعة لهذا العمل تقرأ وتكتب بغير اختصاص. الاختصاص مهم، وإلا النهاردة زي ما بنشوف العملية الاضطراب في الصورة دي موجود، وللأسف حتى موجود في الإعلان، تجد بتاع الطب يتكلم في الدين وتجد بتاع الدين يتكلم في الطب. نتكلم على لسان ننقل علم المتخصصين ماشي، إنما نتكلم من غير تخصص دي مشكلة. النهاردة اضطراب التخصص ده إشكالية كبيرة، إشكالية بنضيع بيها جماهير من الشباب والناس أجمعين، ويعنيني أكتر فئة الشباب. فارق كبير بين إثارة قضايا علمية من أهل اختصاص وأهل شرف، فإن دول أخذ منهم العلم، وأهل ثقة، وأهل الثقة دي بنكتسبها إن يكونوا أهل اختصاص مش ناس هاوية. أنا النهاردة لما بأصدر إلى الناس إن كل من هب ودب يتكلم في قضايا شديدة التخصص والتعقيد في غير محاريب العلم، حتى لو أنا عايز أطلع بها إلى الساحة الإعلامية، لابد وأن يكون ذلك على أساس من التخصص والدراسة العلمية عشان يكون في استيعاب لجميع القضايا، لأن هو ده برضو اللي صنعوا الاستشراق. العملية الاستشراقية دي كان ليها بعض النفع، لكن مش محل الحديث الآن. المشكلة بالنسبة لنا إنه النهاردة أما يجي واحد من هؤلاء الأجانب ليتعلم شيئا ويكتب عنه ولم يحط بالمعارف اللي المطلوب يحيط بيها هيضل ويضل. نفس القصة أما يجي واحد من جلدتنا وينقل آراء هؤلاء، ودول أصلا في سعيهم للبحث ما كانش في سعي مكتمل أو في سعي وراء هدف وغرض. محاربة الوحي الحقيقة له ميادين كتيرة مش ميدان واحد، يعني ساحة القتال أحد الميادين، وعانت الأمة الإسلامية كثيرة، وساحة الفكر أحد الميادين الكبرى اللي ممكن يدخلوا من خلالها للشعوب فيحاربوها. لذلك هناك من هؤلاء المستشرقين اللي أرادوا تحقيق أهداف وغايات معينة بترمي إلى الانتقاص من الإسلام والقرآن الكريم والوحي الشريف عموما، ولذلك بتغلب على مؤلفات هؤلاء وطرائق هؤلاء والأدوات بتاعت هؤلاء في إيصال هذه العشوائية في العلم. تجد عندهم حاجة اسمها الانتقائية والعشوائية كما ذكرها أهل الاختصاص، ينقي اللي على مزاجه عشان يثير به البلبلة والجدل، وإن كان النقاش علميا فلا يمكن أن يكون عشوائيا بهذه الصورة أبدا. البعد عن الحياد والمنهج العلمي ده سائد جدا في كثير من كتب الاستشراق ومن تبعهم ومن نقل علومهم، وزي ما أكدنا إنه كثير من هؤلاء كانت له مرام من وراء دراساتهم في عالم الشرق سواء أقصى أو أدنى. في برضو موضوع تاني مهم في قضية إنكار الوحي، إنه ظهر منذ عصر النهضة في أوروبا إلى يومنا هذا يعني مجموعة من المستشرقين ليهم وجهة نظر علمانية بحتة تجاه الدين عموما، بمفهوم معنى أو بمفهوم العام الشامل للدين، كل الأديان بقى من أول، يعني يشمل ذلك المسيحية واليهودية، هم عندهم موقف من فكرة الدين عموما. وكان هناك زعماء لهذه المدرسة، من هؤلاء المستشرق المعلوم والمعروف إجنس جولدزيهر، وكذلك المستشرق الألماني ثيودور نولدكا. وقبل كده كنا جبنا سيرة ثيودور نولدكا عشان نؤكد على قضية إزاي هو سعى لإنكار الوحي والطعن في القرآن الكريم وأساليب هؤلاء في الوصول إلى أغراضهم ومراميهم في هذا الأمر. قضية إنكارهم أو إنه الدين ليس له تصوت أو هذه النظرة العلمانية اللي هي في النهاية بتشوف إنه الإنسان يدير حياته الشخصية أو حياة الإنسان والكون بعيدا عن الدين، ده بالاختصار هذا المعنى العلماني، إنه هو يعيش في عالم الإنسان وعالم الكون بعيدا عن الدين. الحقيقة هم كمان بتشوف المدرسة دي
إنه لا يرون للدين تلك القداسة اللي إحنا يعني نراها، اللي أهل الشرق بيشوفوه، المسلمين عايشين ويعلمون ذلك ونعتبرها من البديهيات الأولية في حياتنا. بل إحنا يمكننا إن إحنا نقول إن النظرة السلبية لهؤلاء المستشرقين تجاه الإسلام بوصفه دينا ما هي في الحقيقة إلا انعكاس لردهم على المؤسسات الدينية في أوروبا بسبب ممارساتها السابقة ضد العلم والعلماء، واتهام رجال المؤسسات الدينية في عصور الظلام للعلم والعلماء، اتهمهم بالكفر، اتهمهم بالهرطقة، اتهمهم بالزندقة. وبالتالي يأتي من يحمل من المسلمين مثل هذه النظريات الغربية، وبعدين يبتدي يسقطها على العالم بتاعنا، يسقطها على واقع المسلمين في الشرق، وهو في الحقيقة إسقاط خاطئ، لأن المسلمين لم يعانوا مما عانى منه المثقفون في عصور الظلام في أوروبا، إنما هم كانوا بيعانوا من صراع دائم بين المثقفين ورجال الدين. إحنا لا، إحنا الإسلام حض على العلم والتعلم، حض على العلم والتعلم. العلم والتعلم ده هي حركة علمية إما بتمر بمراحل، إما أنها تكون مزدهرة وإما أنها تكون خافتة. عملية العلم والتعلم إما أن بيجي لها وقت بتكون مزدهرة، وإما أنها بتكون خافتة باهت، ليس أكثر ولا أقل. ده بينجم عن إيه؟ عن اهتمامنا بالعملية التعليمية، عملية الاهتمام بالتعليم في المؤسسات العلمية. ومش هنقدر نقول إذا نرجو نهضة حقيقية في العلوم والمعارف إن المسألة هنا مسألة التراث. التراث في النهاية بيعبر عن عقول أصحاب الذين بذلوا الجهد في إن هم يكتبوا هذا العلم الأصيل اللي كانت أنواره من أنوار القرآن الكريم. النهاردة أنا بسعى إلى إحداث عملية من التثقيف والتنوير إن لم تكن يصاحبها أو معها عملية في تطوير العلوم، مناهج العلوم، العلوم الدينية والعلوم الطبيعية، سائر أنواع العلوم. ما ينفعش شيء بمنأى عن شيء، العملية التعليمية كلها يحصل نهضة تعليمية. النهضة التعليمية دي تثمر عقول، أرب العقول دي على مناهج التحليل، على مناهج النقد، على أسس علمية مش عشوائية يطلع كل من هب ودب يتكلم. لا، أنا النهاردة عايز تطوير وتجديد حقيقي، لابد أن يكون قائما على مشروع حضاري كبير في تبني مناهج التعليم. مناهج التعليم هي التي تصنع عقولا يقظة تسعى إلى التجديد والتنوير الحقيقي، لأنه تم بناء هذه العقول على تدريبها على مناهج علمية كثيرة تستطيع أن تختار الجيد وأن تدع السيء بالعقل. النهاردة أنا بجيب التراث، جهد هؤلاء الأسبقين، وأطعن فيه بغير علم وبغير منهج علمي، مع إن إحنا في الجامعات العلمية والبحث وأهل البحث والعلم عارفين كده إن إحنا بنمارس العملية النقدية بمنتهى الأريحية على سائر العمل والجهد الإنساني، والإنسان على قدر طاقته البشرية يسعى وعلى مدى امتلاكه الأدوات العلمية في البحث والنقد والتحليل. النهاردة أنا عايز عقول تأتي بجديد، لابد من تبني مشروع حضاري ضخم في إنشاء مؤسسات علمية عامة تسعى إلى بناء العقل الإنساني بناء منهجيا علميا يشمل كل أنواع العلوم والمعارف، مش الدين بس والعلوم التانية، لا كله. أنا النهاردة بطلع عقول نيرة بمناهج علمية مش بتسيطر عليه أفكار الأقدمين، إنما بيسيطر عليه المنهج العلمي، لأنه هو ده اللي بيقدر ينقد ويمارس العملية النقدية على انضباط علمي، ويقدر أنه يحلل ويفهم جهد الأسبقين ويضيف في عالمه الحاضر ما تفيد منه البشرية وتفيد منه البشرية في كل المجالات. دي مسألة مهمة جدا، الحركة العلمية اللي هي العلم والتعلم بتمر بيها مراحل من الازدهار والخفوت. هذا الازدهار وذلك الخفوت لا يكون إلا بسبب مدى اهتمامنا
أو عدم اهتمامنا بالمؤسسات التعليمية. ديننا الحنيف يحضنا على العلم والتعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأن نصوص الوحي الشريف جميعها، القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، داعمة للتعلم والتعليم من خلال الحض على مطلق طلب العلم بما فيه العلوم الشرعية، مطلق طلب العلم النافع من خلال الدراسة المتخصصة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمر المسلمين: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إنه في طبقة بتتخصص في طلب العلم وتعليم العلم. الإنسان ما يستأثرش بالخير لنفسه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأمرنا بطلب العلم والسعي إلى طلبه في سائر النصوص الشرعية. يبقى إحنا مأمورين بقى، المقصود بقى تطوير هذه العملية التعليمية لإيقاظ العقول من غفلاتها ولإيجاد ما نتمناه ونرجو. فالإشكالية مش في التراث، الإشكالية في العقول. وعشان تبنى العقول لابد من تبني هذا المشروع الضخم في إثراء العملية التعليمية عن طريق النظر في المناهج التي تقدم لإيقاظ العقول وتدربها على العمل العلمي، وده في سائر المراحل التعليمية. بنأكد إن الوحي الشريف نزل على الأنبياء والمرسلين. الوحي ده عبارة عن المنهج اللي بيحدد للإنسان الطريق بتاعه الذي عليه أن يسلكه ليصل إلى ما ينفعه ويجتنب ما يضر. وبيبين له كمان المنهج الرباني ده إنه زي يستثمر الطاقات بتاعته وينتفع بالمواهب اللي ربنا سبحانه وتعالى ذللها له وجعلها في خدمته، وده من طريق أو عن طريق القانون والشريعة التي تؤسس له ما يضمن لهذا الإنسان سعادته في الدنيا والآخرة. ومن هنا يظهر لينا وتبدو الحاجة الملحة إلى إنزال حاجة البشرية إلى الوحي، وإلى ضرورة إنزال الوحي، ومن لطف الله بالعباد إنزاله للوحي من الخالق العظيم. نزل هذا الوحي على أنبيائه لهداية عباده، ولولا نزول الوحي والقوانين السماوية لماجت بحار الإنسانية ببعضها، ولطغى الإنسان من في كل شيء، أصبح يعني خلقيا، اجتماعيا، فكريا، سياسيا، بل في جميع المجالات. التوحيد الذي أرسل به جميع رسل الله تعالى قاطبة، وهو أنه لا إله إلا الله. التوحيد هو سر بناء الحضارات، وهو سر الازدهار الإنساني والكون الحقيقي. بعيدا عن التوحيد نجد وتكون صناعة الاستكبار والمستكبرين في الأرض على يد إبليس وجنوده. وصدق الله تعالى القائل في بداية سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. صدق الله العظيم.